لا فيديو يا اما الواحد يصور راسو كيعطي الدم يا اما كيصور راسو كيلوح عليه يصطاد الماء مثل الجبال. وتحديت لا فيديو حنا فاضلين اللي دارتها اليوم اللي بالصباح في الدار البيضاء، تحديت هذا المالح، تحديت فان اللي دارتها هو، تحديت ديزيدروس ايه كنت كنت غابر خمسه الناس اللي تحديت. شكون باقي؟ شوميشا مشات تفرعات بالدم ديالها البارح في الصباح، مشات هي مشات دارتها والتحدي غادي، حيت فاش تحديت فان تحدى بيك، وبيك تحدى الوزير محمد بوزين وتحدى الحسن، وهادشي غادي والناس كيتحدوا بعضياتهم، الناس اللي كيتفرجوا بهادشي كامل كيمشي ويعطيو يتفرعوا بالدم، حيت الهدف هو هذا، الهدف هو ماشي نصطاد الماء مثل الجبال. هذاك دارت في امريكا لواحد الاسوسياسيون واحده اخرى، حضرنا في المغرب على قبل الدم حيت كاين خصاص في الدم، وان شاء الله يكون خير والدم يقوى ونتعاونوا هاد القضيه اللي يدير واحد يجي عطي الدم تكون طريقة مستمرة. أنا ثالث مرة غنجي ندير هنايا ما فيها، حنا بخير دوك واحد يمشي يتفرع. أنا تحديت بدو الزكي، تحديت سعيد مسكر، تحديت عبد الواحد الشمامي، وتحديت دوزي، ودابا تا هما خصهم يتبرعوا بالدم ويكبوا على راسهم بالماء. بجوج بحال درت أنا، بجوج هما يديروها. إوا الحمد لله دابا كلنا خصنا نتبرعوا بالدم، والناس الآخرين كتعرفوا بين محتاجين. ما تمكنش بينا في السبيطارات ديالنا في المدن الكبار ما عندهمش الدم، هي كلشي غيموت. ها اللي محتاج الدم ما يلقاهش، وخصوص باش يكون فابور هذا الدم. انا كنعطي الدم فابور، ايوا مي غيحتاجوا الناس الدم عطيوه فابور، هذه هي مهمه، ماشي غير حنا غنعطيو الدم فابور وانتم غتجيو تبيعوه. بس هو اللي فتر الدوش والجاكوزي ماشي من الجبل كنبقى عليه سطول سي نورمال. هذه رساله لمن؟ البيك قول ليه انا اصل الماء ما عادش نديرو، علاش؟ حيت انا هو باش كنغسل ديما، حيت انا عرفت الجبل سي حزين البيك مولف بالجاكوزي بالدوش جاهز للمغارب. انا اصل الماء هو لاكو هي لا تراديسيون. انا كنتحدى الناس اللي عزاز عليا، وغادي نبدا بسي حسن الفت، وغادي نبدا غادي نتبعو سيو ما يمكنش يكون بوحديتو مادام انه تحفنا بالكوب، لان خاص الكوب اللي عطيه الدم، اذا خاص الدنيا بوتازون ايضا تحفنا الدم. ثم غادي نمشيو بما اننا نهضر على شويه الفنانه، غادي نمشيو بجوج ديال الرياضيين. الوغ الرياضي الاول اللي غادي نمشي ليه غادي نبغي يعطي الدم عند هو سي كريمو. علاش كريمو؟ لانه راه قرا واحد المجموعه ديال الانشطه، ف كان عنده واحد الاهتمام بالشباب اللي عقل كان يحفظ. ثم ايضا عندنا السيد رئيس الجامعه السي فوزي القجع، ايضا التحدي كان كنوجه عليه انه فعلا يشارك بالحق معنا في هذا العمل.